عودي معكم للمتابعة، نحن وياكم ورشة ملح مع الشيف شادي. أنا بعرف إنه عادة بيكون بيصير في تحضير للأكل، نرجع نفطر وناكل ونحضر قدام المشاهدين، مش محضرون قبل بوقت. طيب أول شيء بدي أقول صباح الخير لمدام كساب، فيك تستأذن مدام كساب. صباح الخير. صباح الخير. أنت اليوم بلشي معنا. نعم. إحنا بشهر رمضان، عنا 7 حلقات نحن وياكي خاصة، عم نحضر مجموعة من الأكل ورح تاخدي أعلى علامات أكيد، بس عندي لإلك هيك تمني كتير صغير. شو هو التمني؟ ما تكوني من فريق شادي، إحنا فريقين، أنا أوكي. وهو. أنت معي؟ مع الاثنين. مدام كساب، ما هلا قلتي لي مش فاهم معي. لا. شادي شو عندك اليوم؟ صباح الخير جوزيف. صباح الخير. على فكرة الفريق، نحن فريق واحد. شادي ايه نحن فريق واحد وفريق انا، لانه فريق جوزيف ما بينشأ. فريق جوزيف خلص راحت عليه. نايمين نايمين. كم وصفه في اليوم؟ احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بورشه ملح. معنا ساعه كامله، جوزيف راح يكون معنا هلا لتخلص هيدي كمان الفقره هلا ابو 12 دقيقه، وبعدين بيرجع بالاخر كمان 12 دقيقه بس مشان تعرف الموضوع كيف. واليوم في عنا كثير تحضيرات، بس اول شيء خلينا جوزيف انا وياك هلا نتعرف مزبوط على المدام ونتعرف مزبوط على الجمعيه اللي بتمثلها مدام. شو اول شيء؟ شو اسم حضرتك؟ اسمي ميريلا كساب. من وين حضرتك؟ نحن من الحدد. حدد. أيه. الله يخليه وسلم لكل اهل الحدد ونقول لهم كمان رمضان كريم للجميع. طبعا. وقاعدة بالحدد، عندك بيتك؟ ايه ساكنين بالحدد، سكان الحدد. ومين ساكن معك؟ الوالدة. الوالدة الله يخلي لك يا رب. شو اسمها؟ هند كساب. هند كساب. عم تحضرك؟ عم تعملها سيفي. عم تحضرك؟ عم تحضرك؟ عن جد؟ ايه عم تحضرك. بتحبيني يا مدام هند أكثر ولا بتحبيه هو أكثر؟ لا. أنا شفت لك طلع طلع مدام عم تضحك. أوكي طيب، واحد اثنين، أولادك وين؟ اولادي ثلاثتهم مجوزين. وحضرتك تيتا صرتي؟ تيتا. اربع احفاد. اربع احفاد الله يخليهم يا رب. بزي. وكمان سلام لهم واحد واحد. طيب بزي. حضرتك انت اليوم من اعضاء اوكي جمعيه وومن تو وومن سكسس. شو هي الجمعيه؟ شو هيدي الجمعيه؟ ليش موجوده هيدي الجمعيه؟ ايمتى وجدت يعني الجمعيه؟ هي هدفها الاساسي مثل ما قلنا بالقبل انه مساعده النساء العاملات يلي ما عندهم وقت ليطبخوا ببيتهم. اللي عندهم وقت طويل بالشغل يعني من الساعة 8 للساعة 5 المرة ما عندها وقت لحتى تطبخ. نعم. هاي الجمعية دربت عدة نساء، عملت لهم دورات تدريبية مع أخصائية مع شافية، وحضرتهم لفترة زمنية وعطتهم شهادات لحتى يقوموا بهال. قد ايه عمر الجمعية؟ أنا بلشت معهم من ديسمبر يعني. نعم. من كانون. بس هي قبل موجودة. هي قبل موجودة. نعم. وعم تهتموا بالنساء وبتساعدوهم بيوتهم، يا انتوا بتطبخوا لهم بتودوا يا بتعلمون يا نحن بنعلمون. نعم. طريقة الطبخ أو نحن بنطبخ لهم بالبيت أو بنروح لعندهم على بيتهم وبنطبخ لهم. وكمان في عنا إيفنتات، بنشارك بإيفنتات. نعم. أوكي الرمضانية على أعياد الميلاد على رأس السنة على كل المناسبات. بتعرفي كله مجاني ولا لقاء؟ أكيد لقاء. نعم أوكي. أكيد لقاء. نعم أوكي. يعني هي يعني الهدف هي... منا نخلي النساء القاعدين ببيوتهم يستفيدوا ويطلعوا مصاري، خاصة يعني نعم. إنه السيدة يكون عندها شغف للطبخ. نعم. يكون عندها تعرف تطبخ، وبعدين علمونا طريقة النظافة، كيف بنطبخ بطريقة نظيفة بطريقة صحية. وين مركز الجمعية؟ هي هلا بعد ما عندها مركز لحتى. نعم. هلا تقوى شوي الجمعية بصير عندها مركز. طب تقوى بعدها. تقوى معناتها انه يصير في عندها اشخاص كتار يعني انضموا لها. هلا تقريبا في 15 سيدة بال وقفنا ولا نحن بدنا نصير 100؟ اكيد اكيد بدنا يعني كل ما عندنا سيدات حابين ينضموا للجمعيه وياخذوا هالدروس هيدي مشان كمان يفوتوا بهيدا المجال بهالمجال. فكمان مدعوين انه بس في زبونات يعني في اذا مثلا في زبونات اكيد في بيجوا لعندكم. اكيد عم بيجوا لعنا في زبونات وان شاء الله كمان هلا جوزيف من خلال تلفزيون المستقبل ومن خلال هالبرنامج الحلو على الصباح من خلال كمان ورشه ملح انه كمان العالم تسمع تتعرف على تتعرف اكثر على الجمعيه. وهذا هدف هدف هالمشروع اللي عم نعمله نحن هون انه نعرف اكثر على الجمعيات. واحد اثنين نعطيكم. لا. فكره عن مجال الطبخ. ثلاثة انه نعمل جو ونربح شيء بالنهايه. بس انا بدي لما مدام كساب اجي اذكرها شو عم بصير هلا. نعم. ببرنامجنا نحن بلشنا بعالم الصباح من قبل شهر رمضان، مرق 3-4 مشتركين وبرمضان ايضا تقريبا صاروا 7 كلهم سوا.
او ستة مع مدام مع مدام كساب. هالستة نوضع لهم علامات، وهالعلامات اللي انوضعت كل يوم احد كان وضع علامه للمشترك حسب البرزنتاسيون وحسب الطعمه وحسب الاكل اللي قدمه، رح ينضافوا الى العلامات اللي رح تطلع له من خلال التصويت عبر صفحه فيسبوك عالم الصباح. رح يصير في حضور لالن مع بعضهم، وكومبيتيشن رح بتصير بعالم الصباح كمان، لانه حدا منهم يربح من عند غازي ترافل سفره 5 ايام كامله المصاريف، وايضا للجمعيات اللي هن بيمثلوها رح يكون في جوائز كثيره تقدمت مشموش اخوان. ميرسي. لكن بدك هيك بدنا نهمها مزبوط مزبوط. اول أكيد. شغله بتحبي تعطي رقم تليفونك كمان للعالم اذا بدهم اليوم اكل يتصلوا فيكي، ولا لازم يتصلوا بالجمعيه؟ لا بحكي لا مع الجمعيه. مع الجمعيه إيه. عندك رقم الجمعيه حافظتيه؟ فينا نقول رقم الجمعيه بليز؟ 76 531 998. فيك ترجعي تعيدي ماني معروف؟ 76 531 998. فيك ترجعي تعيدي ماني معروف؟ 76 531 899. برافو. اوكي المعنى ان شاء الله العالم هلا يحفظوه. اي انسان بحاجه او حابب كمان نساعد جمعية الومن تو وومن بليز اتصلوا على هيدا الرقم، ونحن بعدين وانا بقول اليوم اي شيء بتريدوه مني لانه انا هون كمان داخل بمجالي فانا بقدم لكم اياه غير هالاسبوع اللي عم نعمله سوا. ميرسي شيخ. نعم جوزيف. مش كل العالم فيها تتحملك بنفس المستوى. لا ما هني ما لازم يحكوا معي، بيحكوا مع الجمعية وانا بالنص، ما لازم يحكوا معي ديركت. اوكي. انا في ممكن شفت في مشتركين، انا بس شفت كيف بنبسط. المشتركين بقطعوا لك، المشتركين رح يستعملوا المقلب. برافو. طيب هلا قبل كمان ما تخلص هيدي الفقره الاولى بدي بس هلا نسالك اليوم شو عنا، يعني اليوم نحن شو عم نحضر تنشوف اذا بلشنا اليوم بطريقه مضبوطه. تفضل. اوكي. نعم. اول شيء بلشنا بالكوكتيل البينا كولادا. البينا كولادا بدنا نعملها اليوم. أوكي. نعم. بالسلاد الملفوف يعني. اوكي سلطه الملفوف رح نعملها على طريقتي انا هيك بطريقه كمان حلوه. حتى البينا كولادا يعني كل شيء عم نعمله على طريقه الشيف شادي عم ناخذ فكره عنهم. وقصينا سلاد دفروي هون سلاد دفروي مشان شو؟ مشان نحطها مع البينا كولادا. اوكي هلا لانه مسكها جوزيف ما رح نستعملها بالخالص بالحلقه. اوكي معلش بيستاهل ياكلها. بيستاهل ياكلها. الله يخليك. طيب وشو حضرنا كمان بعد؟ حضرنا رقات. بدنا نحضر الرقات هلا. حضرنا الحشوه، حضرنا الرقات ونرجع نحضرهم بعد شوي. أوكي. كمان رقات بالجبنه. بالجبنه. نعم. البلادوجور. البلادوجور شو هو؟ هو باذنجان محشي مع السمك، الفيليه سمك وخضره اللي هي بتتالف بصل باذنجان وبندوره. يعني شيخ المحشي بس شيخ سوري كوسه. كوسه وبندوره وعندنا بصل وعندنا السمك. شو عملنا بالسمك؟ شويناه للسمك. شو كان سمك شو؟ فيليه. السمك فيليه. لما جينا قطعناه شو عملنا بالسمك تحضرناه هون بس لانه هون المشاهدين ما شافوا. اوكي حتى عملناه هون ترانشات، مش ترانشات، مكعبات صغيره. نعم. تبلناه هون بالزيت الزيتون والملح والبهار. نعم. حطيناهم بالفرن شويناهم. 100%. ليش انت برايك شويناهم بالفرن هيك ما حطيناهم بقلب المقلي وجينا قليناهم؟ ما بينقلوا لانه هذا كثير روحه ضيقه مثل ما بيقولوا. اوكي روحه ضيقه كثير. ايه ما ربطوا يعني. انت كلمك تدق ايدك. اوكي طيب لكن روحه ضيقه شو قصدك بروحه ضيقه يعني شو؟ انه بينهرس بدوب. برافو عليك. لكن حطيناه بالفرن حتى يضل هيك كان مش على بعضه بطريقه انه شو؟ انه نيجي نخلطه بضل شكله. برافو. يعني احنا كيف عملنا هون كمان ليكي هلا بعد ما حكينا عن الموضوع جينا علينا الباذنجان، يعني جبنا الباذنجان. طيب عندي منك طلب. نعم. انت فرجيتنا اذا شقيناها وقليناها كيف تطلع، فيك تفرجينا وحده مش شقيقه كيف تطلع؟ 100%. ايه هلا بعدين هي تركناها لجوزيف. اوكي. اذا ما شقيناها، المشاهدين لازم يعرفوا، اذا ما شقيناها بالنص وقليناها بتعبي هواء. اوكي تفقع. وبتجي بتبش هيك بيكون. هلا انتبهي، في عالم بيعملوها اذا كانوا مستعجلين كثير بس بده يكونوا حاطين كفر على شو؟ على المقلى. على المقلى حتى اذا فقعت ما يطلع الزيت عليكي بهالطريقه فيهم، لانه بيكون بالمطاعم الكبيره او قصص من النوع ممكن يعملوا هذا الموضوع او يمشوا فيها، بس بده ينتبهوا بالبيت. اوكي هلا عنا يوم مقليين حلوين لك كمان كيف مفتوحين بالنص هون رح نحط الحشوه. ابدا ما بنشيل منهم حشوه. لا ابدا ابدا، بالعكس هذا اللي بقلبه هو الطيب وهيدا اللي برا كمان طيب، وفينا نحط لهم صلصه بندوره حدهم يا جوزيف. طيب سؤال. نعم. اللي بنعمله مكدوس فينا نطبخ فيه بنفس الطبخه؟ اكيد المكدوس الصغير. الصغير هيك بس لانه اول شيء زغرور، ثاني شيء اللب قليل، وثاني شيء الحشوه قد ايه بتنحط بقلبها؟ يعني ملعقه صغيره مثل ما قالت. لا هذا اكثر شيء هيك، او الاكبر بعد شوي صغيره كمان، بس الاكبر كمان الكبير لا، يعني اخر شيء اذا بدك تعمل للعائله بتعمل لها باذنجان وحده؟ ترانشيت. ممكن ترانشيت وتجي تعملها كمان مثل ما بيعملوا البارميجانا او المسقعه او اشياء ثانيه من هالنوع. طيب هلا لكن حضرنا الباذنجان، هلا الحشوه بنبلش فيها، هلا حضرنا سلاد فروي، عندنا كل شيء هونيك جاهز، عندنا كذا كذا الملفوف كمان هون، كل شيء اوكي. عندنا بعد يا جوزيف هلا
هو حضرنا مشان مفروكه جوز الهند. برافو عليك. اليوم رح يكون عندنا مفروكه. بس عندي سؤال، في شيء سمعت بسبرينج رولز بس ما جبته سيرته؟ لا رقعت انه حضرنا مثل سبرينج رولز. هلا رح نبلش فيهم. أوكي. بس انا ما بدنا نعمل شيء قدامك. اوكي. لانه حتى بس اوكي على مصر بدنا نشتري. يلا طيب حلو، نحن بنوقف مع بريك ولا شو؟ بريك؟ يلا طيب بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة، وأنا طبعاً راح أنضم لمدام كساب وشيف شادي بآخر محطة لقالوا اليوم. خليكن معنا. أحبائي صباح الخير من جديد، ورمضان كريم لكم جميعاً. للفقرة الثانية اليوم كمان بورشة ملح مع الشيف شادي وضيفتي ميريلا كساب من الومن تو وومن ساكسس، هالجمعية الحلوة اللي صار لها سنة ونص مؤسسة، يلي هي بتساعد جميع النساء انهم يشتغلوا من بيوتهم اكيد بالطعام، اوكي، وهيك كمان يصير عندهم مدخول اكثر لبيتهم ولعائلتهم. فنحن مدعي الجميع ينضموا لهيدي الجمعيه، مدعي الجميع يساعدوا بطلباتهم من النساء كمان المشتركات اليوم اللي هن 15 سيدي. امراه تعرفيهم كلهم؟ قولي لنا اساميهم كلهم. لا كلهم بعرف. طيب. ميري كمان سهيلة. والله كلنا رح نحاول هلا بهذا الاسبوع نوصل كمان كل اسامي ال 15 شخص او 15 انسي او سيدي المشتركين بالجمعيه حاليا، تكمان يعرفوا نعرف كل وحده باي منطقه موجوده. اكيد هن اجمالا بكل المناطق بجبال ما بيتصل فيكي انت اللي موجوده هون لانه بصير بعيد كثير عليه. فنحن مثل كأنكم صار عندكم بيت تاني لألكم بالمنطقة اللي انتم قاعدين فيها. هي جمعية. نعم. وين البيت القريب للأشخاص اللي بيطلبوا طلبية، هي بتتفق هي ويا السيدة. أوكي. لحتى تعمل. يعني نحن شو بنعمل؟ برافو عليكي، لكن هيدا أسهل بكثير. لكن كمان تنسيق شو حلو. تنسيق حلو. بتطلبوا الجمعية تقولوا وينك؟ نحن بجبال. هي المدام كذا اللي اسمها كذا موجودة حدك بجبال. هيك. موجود الموضوع. بهالطريقة بنشتغل. طيب، لكن هون شو هلا صار؟ رح نبلش اول شغله. خلينا نشوف انت عم تعملي هون الرقاقات والجبنه، وهلا بنحكي عن الحشوه. نعم. اللي انت عملتيها، وانا هون بنفس الوقت بكون عم بعمل الحشوه للباذنجان. معي ولا مش معي؟ معك. يلا يا شيف شادي هون تفضل عملي كمان كم حبه انت هونيك، وانا رح بلش كمان بالحشوه. اوكي. تبع السمك انا بس هلا خلوني احط البصل واجي لعندك. يلا هذا البصل وجاي كمان. شو عم نعمل نحن؟ لا شو عملنا؟ هلا عم بحشي الرقائق. اوكي. بالخليط الجبنه اللي طيب. عملناه. فيك تعلي صوتك نتفي صغيره نتفي هيك شوي. أوكي. وتقولي لي شو هي حشوه الجبنه اللي عملناها اليوم؟ اوكي. يلا بس انت عم تشتغلي. جبنه يعني بتطلعي. أوكي. فيني بتطلعي فيني بعينك اليمين. اوكي. بتطلعي بالبراد بعينك الشمال، بتلفي بايديكي وبتحكيني لا يعني يلا. اوكي. خمس اشياء مع بعض يا شيف شادي معقولة؟ اوكي. حطينا جبنة موتزاريلا. برافو. عكاوي. عكاوي. ايمونتال. ايمونتال. بصل. بقدونس. جبنة قابلة للدهن. او جبنة قابلة للدهن. بيضاء اللون. بيضاء اللون. برافو على هيك. وجينا حطينا اونيون. ايه وحطينا بصل، قلت بصل. برافو. اوكي ورشة ملح وفلفل. بقدونس قلتي؟ بقدونس قلت كمان. قلتي ملح؟ وملح. قلتي فلفل ابيض كمان؟ بلا ملح وفلفل ما بتزبط. وقلتي موتزاريلا كمان؟ موتزاريلا. وقلتي كمان ايمونتال؟ ايمونتال. وقلتي كمان عكاوي؟ عكاوي. وفينا نحط فيها بري؟ فينا نحط تشيدر، فينا نحط كل شيء شو ما بده بحط الواحد. وصلت المعلومة. أوكي. كيف بدنا نلفها هلا؟ بنلف وحدة هيك قدامهم، بنجيب الرقاقات إذا بدنا فروزن. بنحط الرقاقات. أكيد. أو طازة مثل ما بدنا. إيه. بناخذ كمية من الجبنة. كمية من الجبنة. أوكي. بنمدها. برافو عليكي، أوه هذا الكرم. اوكي وبعدين. أوكي. الاكل اذا ما في كرم ما بيطلع طيب 100%. اوكي وبنلفها. اول شيء كرم الكرم وكرم الاخلاق. وكرم الاخلاق مش مزبوط الموضوع؟ مزبوط. اوكي واللي ما سمع يسمع. ويسمع. ايه ايه وبنحط لها نتفه طحين ومي. لكن انت هون طحين ومي خلطتيهم مع بعضهم؟ خلطوا مع في حط واحد بيض. اوكي برافو. انا مرات انا بلزقها كمان بالمي مرات. أوكي. اوكي يعني هيك اذا كنا سريعين ما بدنا نفرزها او شيء نعمل اخر وحده. اخر وحده. اوكي لكن هون عرفنا كيف، وعم نتابع هلا الشيف شادي هون بالمقلي زيت زيتون. لكن عندنا البصل، قلينا البصل وعم نعمل برجع بعيد حشوه السمك للباذنجان اللي قليناه قبل، اللي عم نعمل يعني شيخ المحشي بالسمك. هلا شو بنعمل؟ شو بنحط من بعد البصل انت برايك؟ سوري الكوسه. الكوسه برافو عليكي، لك الكوسه هون، محل الكوسه يا مدام كساب شو فينا نحط؟ تنعطي افكار لك انت اليوم اذا بدك تعملي هيدي الطبخه بين الطبخات او تزيديها على المنيو اللي عندك. بروكولي. بروكولي.
شو كمان؟ في حط الواحد فينا نحط جزر دجاج. دجاج برافو عليك دجاج، يعني شو ما كان هون فينا نحط انواع من اللحومات قد ما بدك. انواع من الدواجن فينا نحط بيكن كمان، بيكن اللي بدك اياه، بد مورتاديلا بقلبها هوت دوغ سوسيج مقاني اللي بدك اياه، يعني بتتغير الحشوه بس اخر شيء بيكون البرنسيب هو زيته. اوكي اوكي ياي، ليكوا شو حلوين، ليكوا شو حلوين اللي عملته مدام كساب بعقله بجننه. هلا بنجمعهم مع اخواتهم اللي عملناهم قبل وبنقليهم بعد شوي. أوكي. معي ولا مش معي؟ معك. يا هلا بدي منك شغله. اوكي من بعد نحن ما بلشنا، هلا هون بدنا نبلش بشغله ثانيه. فيك توقفي هون على اليمين اذا بتريدي، فيك تاخذي هذا الملعقة بايدك اذا بتريدي. برافو. اوكي هاي طنجرة. اوكي مزبوط، مش ولع تحتها، ما نولع، بدنا نعمل مفروكة جوز الهند. جوز الهند بنبلش هلا سوا؟ نعم. لك عم نبلش كوب واحد من عبيه؟ انا عبيت. اوكي كوب تاني من جوز الهند من عبيه؟ كمان انا. يلا عندنا هون هالسمنة او الزبدة، عندنا لكن كوبين هون من جوز الهند، بدنا نحط لهم حوالي 110 جرامات، يعني حوالي نص كوب الا شوي اذا بدنا، او نص كوب يا سمنة. من الزبده او سمنه، هودي 110 جرامات من السمنه بنحطهم عليهم. طلع هيك وعم نعمل مفروكه، برجع بعيد جوز الهند. اوكي وبنولع هلا تحتهم. اوكي وشو بدي منك هلا؟ انا حطنا على نار وقاطي، ما نخلطهم، مجبورين نحرك. انتبهي اذا بدك برميها بهالطريقه هيك، هلا تمسكيها بايدك اذا بدك هون، وهالطريقه كمان بنكون شو عم نعمل؟ عم نعمل بدنا نحرك مشان نحمص الجوز الهند. طيب خبرينا انا وياك عملنا القطر اليوم. اي نعم. ولازم تكون انت شطوره بالقطر. اكيد. طيب كيف عملنا القطرات او الشيره او شراب السكر؟ نعمل كل كبيتين سكر كبيه مي، شايف كيف بتعمل؟ اوكي واذا بدنا نعمله جامد شوي شو بنعمل؟ من كتر السكر اكثر، من قلل المي او من كتر السكر. برافو عليك نفس الشيء. طيب بالاخر شو حطينا لهم؟ حطينا لهم موارد ومزق. لا اول شيء ما نحط حامض مثل ما بدك. اوكي بس انه بالاخر مش بالاول، موارد ومزهر. اوكي وحامض، وانت قلتي لي شغله فينا نحط شو اذا بدنا كمان نطعم نطعب القطر؟ نحط طعمه طيبه، برش حامض او برش ليمون. برش حامض، فينا نحط شوي صغيره من البردقان بقلبه، يعني ساعتها صرنا فينا نسميه نقول قطر على بردقان. نعم فهمت كيف؟ قطر على حامض، قطر لانه انتبهي انت ما بتكتري عصير حامض، طب بتحطي حامض ما يسكر. مزبوط مزبوط. فهون نحن طعمته بتكون قطر، فينا نعمل قطر على جوز الهند، مره عملناها بتعقد بتجنش، نهار بنعملهم كمان سوا. لك القطر صار جاهز، لك انه هون اللي بدنا نستعمله هلا. طلعوا شو حلو عندي، لك القطر هون صار جاهز، عندنا السكر البودره يا مدام هون. نعم. وعندنا كمان الفستق الحلبي هون، هودي كلهم لوصفه وحده مع كمان، بس اكيد هلا بنحكي عن المقادير مشان مفروكه جوز الهند اللي انا بعتقد عم يكتبوها هلا المشاهدين قدامهم، وبعتقد كمان مش غاليه، ما بتكلف يعني جوز الهند كثير رخيص. مزبوط. مش مزبوط الكلام؟ وطيب. وعندك السكر موجود وين ما كان، والقطر موجود وين ما كان، فستق الحلبي صار كمان، يعني ما فيها كثير، وفينا ما نحط فستق حلبي اذا كان غالي شوي، يعني فينا نحط اي شيء، وفينا ما نحط، انتبهي هلا ما يكتبوا قدامهم 2 كوب من الفستق الحلبي اذا بدنا نعملها غنيه غنيه، بس فينا نحط كوب واحد مزبوط نزين فيه، يعني مش انه شغله كثير ممكن تكون مكلفه. اوكي؟ طيب لكن هلا صار عندنا على النار عندنا مفروكه جوز الهند، معي ولا مش معي؟ معك. وعندنا هون هلا حشوه الباذنجان. طيب انا رح انتبه عليهم، بدي منك انا شغلي، تيجي لهم اذا بتريدي اعملي معروف، وبتبلشي تحطي لي بهيدي الصينيه هيك الباذنجانات حط بعضهم. اوكي تنبلش نعطيك الحشوه بعد شوي نبلش نحشيهم. أوكي. كمان ورح نخلي شويه بندوره نحطهم على وجههم بس يفوتوا على الفرن. بتعرف شو رح اعمل؟ حط لهم شوية جبنة عليهم من فوق بس كمان أطيب ما بيطلعوا أطيب وأطيب. يلا هلا بتشوفيهم كيف؟ لكن هون المشاهدين معي أنا، عندي على البصل صار موجود، الكوسة كمان صار كمان عم يستوي، رح أحط عليهم كمان شوي صغيرة هلا من الملح تخلي الكوسة ينزل منه شوية مي، أوكي؟ لأنه بلش تنشف كمان عندي على الطبخة حتى ما كتر كثير من الزيت، أوكي؟ بدنا نحرك مشان مي تسود كثير. يا أمي ويا أمي يا أمي ويا أمي بلشنا هون كمان نحرك كمان جوز الهند، لأنه كمان جوز الهند كمان بدنا اياه اسمر. شفتي منيح اللي قلتي لي؟ بتعرف لما قلتي لي كان احترقت الدنيا كلها. طلعي كيف هلا هون عم نحرك هذا الموضوع كله سوا هلا. يا سلام قلنا. وهلا هون الشيف شادي شو بيعمل؟ بيزيد السمكه. طلعوا هالسمك اللي حكينا عنهم قبل بشوي اللي نحن حطيناهم بالفرن مع الملح والبهار وكمان زيت الزيتون طعمناه حلو. وفي اشخاص بيستعملوا يا مدام ميريلا
المبيض الابيض. ايه كمان فينا ندخل المبيض الابيض بكثير اليوم، عصير العنب كمان طيب. كمان يعني فيك تعملي الحشوه والطعميه على ذوق ذوقك، اوكي، على مثل ما بدك انت بتعمليها من دون اي مشكله، حسب اذا بيتصلوا فيكي مثلا العالم تنقول بيقولوا لك انه يا مدام ميريلا شفناك اليوم على التلفزيون الشيف شادي عم يعمل باذنجانات طيبين كثير مع السمك، بس اعملي معروف بدي هيدا النوع من السمك، اعملي معروف حطي لنا معهم شويه سنوبر، اعملي معروف فهمت كيف، زيدي لنا بقلبهم شويه قرنبيط، يعني فهمت كيف، يعني بتصير طلبات ساعتها كل انسان بيطلب على على ذوقه، لانه انت ما عندك انه منيو غصب من عنكم، فهمت علي كيف؟ بدكم تعمليها وبس. كمان هلا هون برافو عليكي بتحكي انت هون، انا هون هيك، هلا الشيف شادي شو بيعمل هون؟ بضيف نص كميه البندوره، معي ولا مش معي؟ معي للاخر؟ طلع كيف هلا هون؟ هيدي نص كميه البندوره بنحطها هلا هون، وراح ناخذ كمان هلا شوي صغيره من عندك، بتحطي شوي بقدونس عليهم اذا بتريدي. هلا السؤال التالي وهو ماذا تستطيعين ان تفعلي بهذه الحشوه؟ حركي قبل ما تحترقها. شو برايك؟ شو بتقولي؟ يعني طلع يعني؟ طلع انا شو فيني، هاي حشوه لمين هلا عم نعملها؟ حشوه للباذنجان. للباذنجان شو فيكي تستعمليها؟ لا شو فيكي تستعمليها كمان؟ فينا نستعملها للباستا كمان تطلع طيبه. برافو عليكي، مع صلصه بندوره اذا كان بدك، او صلصه كمان كريمه او بشاميل. طيب كمان يلا اعطيني هيك افكار من راسك لنشوف. يلا النودلز فينا نستعمله مع الرز كمان. برافو عليك، مع الرز كمان. طيب هون لكن نحن فينا نستعملها مع كثير من الاشياء، وفيها تكون حشوي للكبه، للكبه، او فيها تكون كمان حشوي للسمبوسك، فيها تكون حشوي للفطاير، عندك بيتزا فيك تعملي تحط عليها السمك، يعني تصوري هيدي الحشوه متعدده واو، قد ما بدك قد ما بدك قد ما بدك. طلعي شو حلوه هلا هون، وانا بعتقد صارت جاهزه، لانه السمك نحن مشوي من قبل، الكوسه قليناهن، وعندنا كمان البصل قليناه، وعندنا كمان البقدونس حطيناهن، حطينا شوي صغيره من القرفه، شوي صغيره كمان من الفلفل، شوي صغيره من الملح، يعني خلصنا. شو رايك؟ تمام. جهد حلو؟ جهد حلو. يلا اللي رح نعمله هلا، ها طفينا تحتهم، اوكي؟ لك صار عندنا هلا هيدي ماشيه على مهلها من دون اي مشكله، وهون كمان صاروا جاهزين. اللي بدي اياه منك انا هلا انه احشي، رح برافو عليكي، رح نجي نعمل شغله هلا حلوه، رح تجي حضرتك لهون هيك بالحشوه، رح احط لك انا تحتها كمان هون، ها هيك كمان خشبه حلوه مشان ما تلزق، وهيدي هون طلعي كيف الحشوه، وهيدي ملعقه، وفرجينا كيف بنحشيهم، وكوني مثل ما قلتي قبل كريمه أكيد. كريمه كريمه. اوكي احبائي، لك انا عم اشوف هلا المدام ميريلا عم تحشي بهالحشوه الحلوه اللي هي متعدده كمان الاستعمالات، يعني احنا هالحشوه فينا نستعملها بكثير من الوصفات، ان شاء الله يكون اخذنا فكره عنها، وفينا نغير فيها ونغير طعمتها، يعني محل السمك فينا نحط اي نوع من الدواجن او اللحومات، واي نوع من الخضره بدل الكوسه او البندوره او كمان البصل، ممكن ندخل توم، توم كمان، كاري يا بي الكاري، زعفران، يعني شو ما بدك مندخلها، فرجينا لنشوف. يا بي الجمال يا بي الجمال، مش عم بحكي عنك، عم بحكي عن باذنجان. ايه بعرف. اوكي حلو كثير، هون كمان عم نحرك كمان جوز الهند، وانا وطيت تحتهم على الاخر بطريقه كمان كثير حلوه. بفضل عندنا لكن هلا اول شغله خلونا نعمل هلا، لما بعرف شو صغير بنبلش نقلي، شو نقلي الرقاقات، يعني انا هلا رح اجيب الزيت، رح نحط الزيت على النار، ورح نجي نقوي تحت الزيتات، وبعد عندنا اول شيء بدنا نحضر يا شيف شادي، بس نرجع من البريك بعد شوي صغيره، صلصه الملفوف، ها هيك بدنا نحضر بعد شوي صغيره كمان البينا كولادا. البينا كولادا بس بدنا ننتبه بليز. يا الله يا الله يا الله. طيب نحن عم ننتبه على على جوز الهند، وناطرين كل اشي تصير جاهزه، نطلع بريك وبنرجع لعند الشيف شادي وميريلا بسرعه 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 بسرعه. يعني ما تتصوري شو الريحه تبع مفروك جوز الهند او جوز الهند، ما هيك؟ نرجع بنرحب فيكي، بنرحب بالومن تو وومن سكسس، بنرحب بكل المشاهدين لانضمامهم لنا لتاخذ ثالث فقره اليوم، فبنقول لهم نحن دائما موجودين بوصفات جديده، عن جد عم نحكي، وانا لو بيسمعونا شو بنحكي او شو بحكي مع الشخص اللي بيكون معي تحت الهواء، اوكي؟ قد ما بنحكي افكار وبنجي بنتبادل كمان افكار، لكن انتبهي، وانا مثلا بتشوفوني مرات لنقول بخدع على جنب تما نطلع كمان حكي قدام المشاهدين، بنكون عم نحكي نفسر ليش عملنا هيك وهيك، بطريقه انه على القليل بهيدا الاسبوع ناخذ
ما بدي اقول 2000 فكره بس معلي 50 فكره حلوين بيكون ضفناهم على القاموس اللي عندنا اياه نحن، وخاصه انت شطوره كثير، فانت كمان رح تاخذي كمان يمكن افكار واكثر ومعلومات أكيد. كمان اكثر. طيب لكن احنا هلا هون عندنا، بدي ارجع عيد اللي ما كان معنا صار معنا أوكي. هون عندنا الباذنجان اللي قليناهم مثل شو؟ مثل باذنجان شخل محشي. كيف قليناهم؟ قليناهم بالمقله. بالمقله؟ ايه بالزيت. بالزيت بس جينا قصيناهم قصيناهم قبل. صاروا جاهزين؟ نعم. شو جاي على بالك تحطي عليهم من فوق؟ من بعد ما حطينا الحشوه، الحشوه هي الكوسه والبصل والسمك والبندوره وملح وفلفل وقرفه وكمون وبقدونس. وبقدونس برافو عليكي. هلا شو بنحط عليهم؟ هلا فضل نتفه بندوره وفضل شوي جبنه. اوكي تفضلي. رح نحط نتفه بندوره على الوج. على الوج برافو عليكي هيك. بشكل بطريقه رح حرك هون. كفي 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 عندك. اوكي برجع لعندك لهون. اوكي. هلا بروح حرك هونيك شوي صغيره. رجعت لعندي. اوكي. برافو عليكي هيك بتحطيها. انا مني منك. كبيتهم كب وضليت ماشي. معلش خليها تكون شوي بريزنتابل. برافو عليكي احسن هيك بكثير اذا عندنا وقت. المنظر بيساعد. برافو عليكي ليكي شو حلوين. وهلا شو جاي على بالك تحط عليهم من فوق؟ بدي احط عليهم جبنه. رايح احلى ما يحترقوا عندنا جوز الهندات. نرجع ولا ايه البندورات. هلا شو مفكره بعد تحطي عليهم؟ بدي احط لهم جبنه. جبنه وزيت. حطينا زيت شوي نحن لحتى هن كثير مقليين بالزيت، ما بدنا نكتر زيت 100%. نقطعين بكعب الطنجره نتفه صغيره. اوكي هيك بتعطونا طعمه. اوكي وجينا هلا الجبنه هيدي كمان الايمونتال تضل تشبك تعملي فيها. بدي رشها رايح شوي لهون عليك شوي اذا بتحترقوا بتعرف شو بنعمل فيكم. يا ها يا هلا بشكل مرتب بدنا نعمل للكل. لكن بضل عنا شويه جبنه من الرقاقات. بلا فينا نزيدهم كمان. فينا نزيدهم كمان. شو رايك؟ يلا هون شوي صغيره من الجبنه يعطيها نكهه طيبه هيك حتى ما يبقى شيء عندنا، يعني هيك كمان المشاهدين بيعرفوا انه فينا نستخدم اشياء عملناها لاشياء ثانيه باشياء هيدي. عرفت علي كيف؟ قليل ليكي شو حلوين. شو رايك؟ بنحطهم هيك على الفرن. بعتقد انا هذا الطبق اذا عملنا حد رز عملنا او حطينا له سلطه بندوره او حطينا له كمان شويه بشاميل على وجهه ما بيشكي من شيء كمان بالخالص. طبق روعه 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 روعه. قول لي وقف روعه وقف. يعني شو صار؟ يا سلام. اوكي اول شيء ما روحنا شيء. اوكي وهيدا هون لوين؟ الفرن. لك وها لك لك اول شيء لك هالصينيه شو حلوه، لك وجمال هالصينيه باذنجانات مع كمان الخضره مع السمك شو بيطوش بيعقد. يلا وهون الفرن جاهز لاودي المواضيع. خي بس تعملي شغله هيك انت بيكون طالبينها منك ما بترتاحي؟ اكيد خلصنا من شغله ارتحنا. هلا هون الشغله الثانيه اللي بلشنا فيها كمان هلا رح انا اوطي النار شوي صغيره لانه كنت مقويها. سوري اوكي طلعي شو حلوه هنا هون وبلشنا كمان. لك هلا هون صار اللون تبع جوز الهند. كيف وضعك؟ بجنن. اوكي هلا رح نخليه بعد يسمر شوي صغير، يعني انت قد ما بدك بتتحكمي فيه. نحن بنذكر المشاهدين حطينا 110 جرامات من السمنه او الزبده. اذا بدك حطي هون الي شو اسمه؟ من السمنه او الزبده مع 2 كوب من شو؟ من الجوز الهند. برافو عليكي. هلا بدنا نبلش. انا رح اجي لهون انت هيك وانا فيك انت تمسكي هيدي بايدك. امسكي هيدي هلا هون. رح اجي انا وولع لك تحتها على نار قوية بس انتبهي لها إذا بتريدي. رح وطي شوي ورح نبلش نضيف لك السكر البودرة شوي شوي. طلعي هون ها هذا سكر البودرة. حركة عملي معروف. بس نخلص من إضافة كوب واحد من سكر البودرة رح نضيف ربع كوب من القطر اللي مطعم بمي الورد ومي الزهر. معي ولا مش معي انت؟ معك. بتحبيني ولا ما بتحبيني انت؟ أكثر من جوزيف ولا أقل من جوزيف انت؟ ما بدنا نعمل. طيب يلا اوكي. ايه بس هلا بعد الجمعة بصير بتحبيني أكيد أكثر. 10 اليوم 40 يوم شو بيصير فيكي؟ يا بتصير مثله يا بترحل عنه. اوكي ليكي هون رح احط لك انا الكوب هلا كل ما يدوب السكرات اللي حطيتيه ونضيف السكر الثاني الموجود. اوكي هلا انا هون بدي اقول شغله عندنا نحن هلا بعد شوي التحضير مشان قلبينا كل على معي ولا مش معي؟ معك. رح انتقل على يمينك نتفه صغيره. اوكي هون وانت كمان عم تحركي دائما عم نعمل كذا شغله بآن واحد. طلعوا شو بده يصير هون مع الشيف شادي. معي انت بس بدي اياك انا حتى لو عملت انا بدي اكون عينك اليمين وين؟ عصابة. علي انا. ملفوف هيدي بدنا نعمل هون سلطه كثير طيبه يلي بتحطوها بقلب البرجر، يلي بتحطوها كمان بقلب تبقول الكلاب ساندويتش، يلي بتحطوها كمان بقلب الساندويتش الطاووق اللي هي الملفوف مع المايونيز مش مزبوط بس عم نعملها على طريقه الشيف شادي بتعقد بتجنن. ليك الملفوفات. اوكي بدك تنزليهم بايدك اليمين مش بايدك الشمال. اكيد بايدك اليمين. في اختلاف انتبهي الطعم بتختلف. بعرف. بتعرفي؟ اوكي صدقيني حتى لو انا كذاب قولي ايه. لا. منيحة؟ لا. طيب اوكي ها كمان عندنا
عندنا الخيار المكبوس وعندنا شو؟ عندنا كمان الجزرات اللي برشتهم كمان ميريلا بطريقه كمان كثير حلوه، هودي كلهم موجودين. وليك يا ميريلا شو بدي اعمل كمان؟ تحضير كمان شو؟ المييس. المييس او حبوب الذره الكارن بيعقد بجنن، مع انه ما بحب اللون تبعولهم ابدا ابدا، بس مجبور استعملهم. اوكي؟ طلع كيف هون، وهلا بضيف مايونيز. طلع كيف؟ وفينا نعمل نحن المايونيز، وفينا نجيب مايونيز دايت، وفينا نحط لبن. لبن اطيب بده اللي ما بيسويله كمان المايونيز. كمان عملناها كذا مره، يعني الافكار اللي عم نعملها اوريدي عاملينها بكذا مره. وهون عندنا كمان من الخردل، طلعوا كمان كيف. وبنرجع كمان شوي صغيره من البقدونس كمان عليهم، هلا كمان بدنا نحركهم كلهم سوا. وبنرجع نشي صغيره ملح. من الملح. برافو عليك. شو بحط لهم هيك على ذوقك شغله بعد؟ بهار ابيض. بهار ابيض. اوكي، ما تطلبي شيء مش موجود لانه ما راح اروح اجيبه من الجاروخ. اوكي، طلعي كيف هلا هون بعقد بجنن. هلا بس شو بدنا نعمل؟ ونخلطهم. جاي من فعل؟ شو من فعل شو يعني؟ نخلطهم. شو من فعل؟ من فعل شو؟ خلط. خلطة ايه. شغلة كثير هي. اوكي، لكن هون عندنا السلاد صارت جاهزة نوعا ما، بس بدها خلط. عندنا كمان هون الحشوة اللي قلنا فينا نحطها كمان بالفريزر من دون أي مشكلة، حشوة السمك. سمعتيني شو عم نقول؟ ضل عندك شو بتعملي فيها؟ بحطها بالفريزر. فيكي تفرزيها من دون أي 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 مشكلة. أنا وين؟ أنت وين؟ يلا ماشي حالك، حطيت السكر كلهم سوا. يا عيني عليك. يلا بدنا نبلش هون. شو نقلل رقائق؟ رقائق فينا اوليك؟ ليش ما فينا؟ اوه طلع هلا هون. وانت قلتي لي شغله يا شادي، انا بس اقلل رقائق عندي بالبيت، لا اضع الكثير من الرقاقات في الزيت مره واحده. مزبوط. لماذا؟ مشان اول شيء ما يلزقوا ببعضهم وما بيعطوا لون حلو. برافو. اول شيء. وثاني شغله، وثاني شغله بيوتا بيوطى حماوه الزيت. برافو عليكي. نحن ما بنحط كثير حتى، وبين الفوج والفوج بنحمي الزيت، بنحمي الزيت شوي صغيرين. نحن هلا هون طلع كيف هون هيك رح نحطهم بهالطريقه. ويا سلام على الجمال، ويا سلام على الجمال. هون نحطهم بهالطريقه حلوين، وبننطر يعني مش دغري هيك، بننطر شوي تهوديك يجي عليهم الزيت، بعدين بنحطهم. طلع كيف بطريقه كمان كثير حلوه مرتبه مش فوق بعضهم. وهون بنترك الفوج الثاني كمان لكن كيف؟ اوكي بيعقدوا، رح نزيحهم على جنب. ودائما بيكون عندنا نحن هالوعاء الحلو يلي بدنا نحط فيه شو؟ الرقائق. الرقائق. بنبلش بالقطر؟ بنحط القطر. اوكي هلا نحط شوية قطر. واو اطلعوا كيف؟ حركيهم إذا بتريدي، وانتبهي هون لك الزيت حدك أنت وهيك قصص. واو شو؟ شو عم بيصير معك؟ خبريني شو عم بيصير معك؟ بجنن. شو خبريني شو عم بيصير معك؟ يلا يلا خبريني شو عم بيصير معك؟ اطلع القطرات الحلوين كمان، خبريني شو عم يصير معك بالمفروكة؟ عم بيختلطوا كل المكونات. واو يعني هلا عم يفوتوا، عم يفتني البصل مع السمنة مع هودي القصص كلهم عم يفوتوا ببعضهم المكونات. الشيف شادي هون كمان عنده الملقط الجميل مشان يبلش كمان يشيل في الرقائق. يمكن بعد بدهم. يا سلام عم نشوفها هلا هيك يا جمال. يا انا بحب شو شوق المشاهدين. اكيد جاي من فعل؟ اكيد شوق. برافو عليك. يا ها شفت كيف بيتعلم الواحد بسرعة؟ طلع فيني هون كمان. يا سلام فيني هيك هيك انا حركهم بدي اشوف الاساوي تبعيتهم كيف هي. تفضل انت بعد بدهم. اوكي بعد بدهم شوي. طلع كيف؟ واو طلعوا هلا مشاهدين شو عم يشوفوا هون، حبيت الموضوع. رح اجي نحطهم على نار خفيفة نتفة صغيرة. أكيد. ها وهونيكي حتى ما تضلك لهونيك حد كمان الرقاق. واو لكن الرقاقات بالمقلي ما بدنا غير نشيلهم ونصفيهم شوي ونقدمهم. عندنا كمان بالفرن ما ننسى الباذنجان الحلو اللي عم تدوب الجبنه. واو واو شو حلوين عم بحكي جد. يعني انا مش مفكر حالي هالقد ممكن. اوكي طيب شطاره. اوكي كمان عندنا هي بعد انا بدنا نعمل هيدي البيناكولادا. بيناكولادا شو رايك بنروح عليها ولا بنروح عليها؟ بس ما فينا نترك ال يلا انا رح بلش هون احرك. يلا يلا يا شيف شادي حرك 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 بطريقه كمان حلوه. واو كنا لازم ننطر شوي صغيره زيت يحمى اكثر نتفه صغيره. مظبوط. هلا بننطر شو؟ ننطر هلا شوي صغيره من بعد ما نشيل هول قبل ما نقلب التانيين. مظبوط الكلام؟ يلا يمكن اشتغل. انا رح بلش. اوكي كيف الوضع عندك؟ الوضع منيح. اشتغل. خلي معلش بعد بيحمل كولر. كولر اوكي. كولر جاي من فعل؟ يلا. كولر. هون بعد شوي صغيره شو بدنا نعمل هلا هون؟ هلا بدنا نقلي هون، هلا هون شو بدنا نحط؟ ليكي بلشي اقليها على صوت عالي. يلا. بدنا نحط 2 كوب اناناس. عمالك عمالك جاي جاي. كيف عندك الوضع؟ الوضع عندي. 2 كوب شو؟ اناناس. احنا جاي اناناس. اناناس. يلا. 2 كوب اناناس، شو عم نعمل؟ عم نحترقه؟
لازم نشيله. يلا شوفي شو بتشيلي. 2 كوب اناناس، عصير الاناناس. هلا 2 كوب عصير الاناناس. يا سلام قديش طيب عصير الاناناس. غيره، كيف وضعك؟ وضعي يلا برافو. بعينك اليمين علي، عينك الشمال على البراد، ايدك بالهون، وقري اعملي معروف اذا بتقدري. 3 ملاعق سكر. 3 ملاعق سكر لك هون. هون اوكي. غيره؟ 2 ملاعق كمان عصير البرتقال. 3 ملاعق شو؟ حاطط هون 2 ملاعق. ايه شو؟ عصير عصير برتقال. ايه قولي عصير برتقال. يلا عصير برتقال 3 ملاعق. هيدي ملعقة. هي 2 3 4 ما بعرف. يلا 2 ملاعق جوز الهند. حليب جوز الهند. حليب جوز الهند 3 ملاعق. ايه نعم. يا بابا هيدي وحدة وهيدي 2 وهي 3 من جوز الهند. شو بتقولي بعد؟ وتلج، ما نحط التلج. تلج من وين؟ جبتي معك ثلج انت اليوم الصبح؟ لا بالفريزر. من عندي انا؟ طيب من عندي انا. من عندك. اول شيء شو بنعمل؟ بنروح هول هيك فيه مثل ما هني هيك خرررر بنخرم، بس مش هلا، بعد شوي، بعد هيك وهيك. بس يرجعوا المشاهدين بيكون شو؟ بيكون الرقاقات التانيين بيكون موجودين كمان بقلبهم. طلعوا الرقاقات شو حلوين بعقده اللي انا عملتهم بانامل ايدي الحلوين. ايه شو عليه شيف؟ يلا مدام ميريلا كثير كتير شاطرة. وهلا بتذكرينا بس نرجع من البريك بالنمرة كمان تليفون الجمعية، حتى أي إنسان بيحب يساعد يساعدنا، لأنه بس يساعدوكم بيكونوا ساعدونا كمان. أوكي مزبوط. ممكن ساعدنا بعضنا كمان تنوصل لعندكم على البيت، وكمان هيك الفرحة كمان بتوصل لعندكم سويا. أوكي بريك ورجعوا لنا بسرعة سرعة سرعة سرعة. إذن عودي للمتابعة، رح أنضم أنا لمدام كساب والشيف شادي لنكفي الوصفات لليوم. و مش عن جد ما بصدق إنك عملت شيء. ما بصدق هي عملت هلا وجدت معك بالبيت. هلا أنا ربحت. بتضحك علي؟ شادي طلع شحنين. شادي عن جد ما كان لازم أقول أنا امبارح لأنه جاي اليوم. ما بصدق شو عم تعمل. اول شيء العالم لازم يعرفوا انه شادي ما بيستسلم. اوكي. العالم لازم يعرفوا انه شادي باي حاله بالعالم بده يطلع النمبر 1. بس بتعرف انت العالم لازم يعرفوا انه شادي ما ضاع. طب بدي لك شغله، عم بيقول لك تشلحها لانه من مقسى. لا ما انا بدي اشلحها ابدا، كل الفقره لحدا ابدا بدي اشلحها. اوكي طلعوا شو حلوين هلا هون. اي زبطناها صرنا ساعه مزبطها وجينا كويناها جوا. عملناها كذا اكبر. يمكن بده شوية قطر. واو القطرات الحلوين. اول شيء كيفك؟ الحمد لله منيحة. حبيت الموضوع؟ لا حبيت. بدنا نرجع هلا شوي صغيرة من القطر، ما تكتب لها جوزيف قطر حتى شو؟ وعم نعمل مفروكة جوز الهند اللي هي شو؟ بس خلاص بقى انت وياها خلاص، ما بدك تحط على القلب. يلا لكن نحن هون قطر حطينا هلا، جوز الهند من قبل، وحطينا كمان شو؟ حطينا من السمنة وحطينا من السكر البودرة. وهيدي مفروكة جوز الهند يا جوزيف. مفروكة جوز الهند 100%. عيد هلا مفروكة جوز الهند 2 كوب من جوز الهند. اوكي. مع كوب واحد من السكر الناعم، بس بعدين بنحطه اول شيء جوز الهند. ناعم يعني بودرة. بودرة. برافو عليك. ولازم يكون لونه ابيض جوزيف. اوكي. اوكي؟ نحطهم هون كلهم، بس اول شيء السمنة مع جوز الهند، بس يحمروا عنا بنضيف السكر بودرة على مهلنا. اوكي. بنحرك، بعدين بنبلش نضيف ربع كوب من القطر المطعم بمي الورد ومي الزبدة. ومن بدهم بصمير. يمكن ما بقى بدها، ما بعرف. شو رأيك؟ ايه ما بدها وكترته انا برأيي شوية قطر. لا معلش برأيي هيك طيب. بس منيح طيبة مثل ما بدك انت يعني. انا خايفة عليك شيف. اوكي وطلع هلا هون بدي منك اعملي بعد نشيل هودي بنحطهم هون اذا بتريدي تنشيل هيدي الورقة من هون هيك. يا سلام شو بدنا نعمل؟ يا سلام شو لك يا سلام هون الجمال. طلع جوزيف تعال قرب فوت راسك لجوا تسكر الباب. اوكي تعال جوزيف قل لي يا جوزيف. انا خايف عليك. نعم. لانه بتصور صبر مدام كساب ما راح يكون طويل لاسبوع كامل، لانه تسكت لك مدى اسبوع على 7 ايام. انا عم تلمعها. هي حياتي ما بحت جائزه. هي انا اللي لازم البسها مش انت. اذا بنجيب هلا اللابتوب ونفرجي اعداد الاصوات ونفرز بنشوف 158 ونص. انت جبت اخر 10 اصوات لما عملت الحمله تبع الواتساب. هيدي هي. وكله شاهد. مدري وين كنت. كله شاهد. كل المشاهدين معك. يلا واو. جيب الشاط لنا. جبنا الشاط لهون. طلع ابو الزوز. لا ولا واحد من هون. بدنا شيء هيك. هيدا 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 البلا اكثر. زح شوي صغيري مش عم بقدر امشي. هيدا جنون العظمه ما راح اقول لك شو. اوكي هلا يا مدام انت انا املك وين؟
انا وياك تفضل البلندر. هلا بدنا كمان الشيف مارك اللي معنا بيجيب لنا شوي ثلج. اوكي طلعوا شو حلوين. 1 2 3 هيك 1 2 3 ما تشوفي جوزيف شو حطينا؟ حطينا اناناس نعم جو دوران نعم حليب جوز الهند يعني حطي... سكر حطينا من مشروب الاناناس اللي هو 2 كوب وثلاث ملاعق من عصير البردقان وحطينا كمان ملعقتين كبار من حليب جوز الهند نعم. اوكي طلعوا بعقدوا بجننوا ليكي شو حلوين تفضلي انت كمان وبنجي هلا لهون يا عمي السلطه هيدي شو طيبه اوكي طلع هون كمان مارك ميرسي مارك اوكي طلع هون شو حلوين هلا شو بنعمل او منكسر الثلج وبنقدمهم مع الثلج المكسر او شو بنعمل بنقدمهم مثل ما هني هيك بس رح نقدم بطريقتين الطريقه الاولى فينا نقدم بهالطريقه تطلع يعني بنحط هالسلاد اللي عملناها كان طريقه جوزيف طلع هون اي طلع هون شو حلوين لما ركبتهم على بعضهم هون هيك عملتهم جبل بيطلعوا حلوين طلعن هيك هيك شو رايك هيك ايه اعملهم هيك بيطلعوا كمان حلوين عرفت كيف ليك عمول طلع فيني كيف عمول ثلاثه لك كيف ثلاثه ثلاثة ايه خلص عملتهم هلا ان شاء الله بدوخ طلع كيف هون وفينا نحط كمان سلاد فروي بقلبها او بس قطع اناناس اذا بدك فهمت كيف وهيدي سلاد فروي كثير طيبه بشهر رمضان الكريم بتعقد بتجنن بدي منك لك انا عملي معروف تسكبي هون ثلج وهون ثلج وهون ثلج وهون ثلج ونحط عصير هون بنحط عصير وبنحط عصير وبنحط عصير وبنحط عصير وبدك تزيني لي اياهم من بعد اذنك بدي ملعقه من ملعقه ويلا هلا هون وكل شيء تفضلي اذا بدك كيف؟ شو هالعظمة؟ شو هالعظمة أنت يا جوزيف؟ عن جد، جد يقلب شوي. من طمع. لك تطلع حلوة عليك، قرب قرب شو مش لبقت مش لبقت لك شيء، أنت لبقت لك أكثر. ليكوا هلا هون بدنا نجيب الصينية، طلع هلا هون شو حلو، بدنا نجيب الصينية جوزيف، وليك شو بنحط عليها كمان. هلا المفروكه اللي عملناها طلع شفت كيف؟ بس انا ما فينا نحطها كمان بهول الصواني البلاستيك برافو وانا بدي اعمله هون فيني احطها كمان جوزيف طلع هون هالمفروكه كلها سوا اللي انتم حطيتوا لها زياده عن اللزوم لازم تطبص ما هيك؟ برافو جاي من فعل طبصت برافو عليك مدام طبصت صرت شاطر انت بالقواعد لا زين 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 ايه بدك تحطهم انتبه كمان ممكن تكون سخنه يا سلام الجمال يا سلام الجمال طلعوا كمان هيدي البيناكولادا ليك الالوان اللي بقلبها ليك جوزيف الالوان شفتهم شو حلوين كثير بتعقد وهون جوزيف عليها جوز الهند من فوق لكن صار عندنا رقاقات هيدا فستق سوري فستق حلبي المفروم من فوق طلع كيف حس حالي حس حالي شو اسمه شو حس حالي ضعيف هارون الرشيد لا حس حالي ضعيف ماني يعني ببشلت هيدي زي بتعرف الميجالوماني حس حالي هيدي هيدا مرض نفسي اسمه ميجالوماني فيك تقول 10 مرات؟ ايه ميجالوماني 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 بتعرف اوكي لكن خليك انت كفي 10 مرات انا بفسر لك اياه بالعربي هيدا اسمه جنون العظمه اه ما له قصه جنون البقر بجنون العظمه يعني لا لا ما له قصه ما له قصه اوكي بقى عندك شواب هلا بلعته بس انا مش يلا ليك هون شو حلو مدام كيف الوضع؟ الوضع ماشي حالي تمام؟ تمام اسم الله عليك اسم الله عليك ليكو 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 الجمال طلعوا الجمال هون طلعوا كيف هون طلعوا كمان هون ها طلعوا هودي كلهم سوا هلا شو بدنا نجيب؟ رح جيب لك انا هون صحن بعقد بجنين ولكن انت مفكر انا هيدا شو بتحطي بقلبه؟ السلطه السلطه بجيب لك السلاد هينا. ليك هلا هون وهيدي السلاد لك وين عندك اذا بتريدي لكن صار عندنا البيناكولادا صارت جاهزه مزبوط مزبوط وصار عندنا جوزيف عم يعمل انا جيف. واو بتعقد بجنن ما هيك هلا بعدين بس تبرد نتفه صغيره او هي وسخنه جوزيف فينا ناكلها اوكي صرت بحضر لك طبقين شو بعد 100% لك نحط هيدا هون هيك طلع كيف هلا هون طلع كمان هون شو حلوين ليك السلاد قد ايه حلوه عندنا كمان رقاقات عندنا كمان المفروكه وعندنا هلا شو الباذنجانات الموجودين هون أيوة. وين عنا انا هون مين مين بس الباجيت لشو رح تستعملهم ولا مصروف زياده لا مصروف زياده على التلفزيون اشترينا شوية باجيت يلا لك هلا هون يا سلام زيحولي 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 لا رح رح احطه على الغاز زيحولي زيحولي طيب عن جد معك طبق كثير لذيذ اوكي طبق كثير هذا بيلو فينا نعمل رز بيلو فينا نعمل رز اوكي هلا بيلي ما لازم يكون موجود جوزيف
بس قبل الباذنجان فيك تعمل رز. لا ما في ما يكون موجود قبلك يومين ورا بعض. انا صار عندي عن جد انحطاط بجسمي. حدا كيف تحضروه مش عارف. لا مهضوم. هذيك المره بتعرف الشغله هذيك المره هذيك المره مش معقول. انا ان شاء الله يا ريت ثائب لاحد لحط لها علامات لمدام كساب. انا اللي بدي احط لها علامات. وانت وكل ما تقول علامه تحت التسعه سيفقك بالمقله. ببلش هلا مشان توقف معه كل اسبوع. عم نحكيك من اليوم لنهار الاحد. شو بكل حال انتم فريق اثنيناتكم مهضومين بشرفي تعملوا جو. ما هذا اذا ما كان في تنافس ما في جو. زيح. تعرف ليك هون هلا كنت بدي احكيك عن شغله ثانيه بحكيك عنها طلعنا وقت. اوكي طلع هون شغله كثير مهمه ترى كثير حلوه. طيب سؤال انت عليتهم مستويين اوريدي ما هي مستويين اوريدي طلع مش حلوين. شفتي يا مدام شو حلوين مع العنق تبعولهم. في اشخاص شو بيعملوا بيشيلوا لهم العنق مش حلو. طلع جزيف شو حلو اصلا هو العنق. أوكي. طيب ملاحظ بتنكل. ملاحظ كيف انه هون صحيح عملناه اي عملك شوي صغير هون شيل هيدا حط الجبنه هون حتى ما نفعصهم. فينا نشيلهم كمان شو بيكون عندنا باليت اذا بدك او شيء من هالنوع فينا نشيلهم. هلا نحن هون هلا جرب حط اكثر شيء على العنق حتى ينشيله ايه. معك اكثر مثلا هون تقول العنق اذا العنق هيك بده يقع من هون ليكي كيف فما اضطر فوت لشوي صغيره لجوا لانه شو محشيين بس ما اكبس عليهم. برافو عليكي. طلعي كيف هلا هون حلوين بعقده. وطلعي كيف هو كمان اذا بدك شو عملي انت بس تقدميه او تبعثيهم على البيوت اذا انسان اتصل فيكي مثلا بده منهم انطري تيبردوا شوي اكيد قبل ما تحطيهم بالطبق لانه اذا بدك بتسخنوا مايكرويف. واو بتسخنوا مايكرويف وبتسخنوا اللي بدك اياه بنعمله بطريقه كمان كثير حلوه. ترجع تحطهم بصينيه دونت وري وبنفرهم كمان كل شيء. وطلع هون كمان الجبنه كمان لهونيك ليك شو حلوين. رح نطلع اخر وحده. طلع اخر وحده هون طريقه كمان كثير حلوه ورح نجي لهون نحطها بهالطريقه ليك هالطبق شو حلو. وانت قلتي بدك تحطي عليها من فوق ميزه بقدونس. برافو عليكي. لكن هون اخر رش عليها طلع جزيف شو حلو هالطبق بيعقد. نجي لهلا هون طلعوا كمان هيك. الله يبارك. اوف 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 اوف. يعني بس لهلا الافطار ناقص سوب. واو ايه بس كثير حلو. نحن اليوم ما عملنا سوب. عم نعمل سوب كل يوم. جينا حبينا نعمل السلاد اليوم محل السوب لانه هيدي السلاد بنشبكها بكثير من شو اسمه الاطباق اليوم يعني. نعم. فيها تكون هيدي حد فيليه اذا بدك تعمليها تحطيها حد سفينه دجاج اذا شويتيها. في شغله لفتت لي نظري عليها. نعم. مدام كساب عامله فيها سبرينج رولز انواع الجبنه اللي نحطه دمجتهم مع بعضهم انواع كثير يعني بعيده عن بعضها ولكن بتصور المبينه كثير طيبه كثير طيبه. هلا بعد شوي صغيره بعد شوي صغيره اول شيء فيك تاخذي انت معك كم حبه دقيون تشوفي كمان شو عملتي. اوكي بالنسبه لهذا الموضوع يعني عندك ايمونتال حطينا ايمونتال لا موتزاريلا تشيز كريم تشيز كريم وعكاوي وعكاوي وحطيت لهم بصل بصل وبقدونس بقدونس وملح وبهار وملح وبهار خلطتيهم خلطناهم مع بعض. اه جريت برافو. بتعرف نحن طورنا بلبنان حتى لو بالقلب لبسها بس ما خلص. انا هيدي رح صبرها عندي بالبيت رح احطها بالصالون من ضمن الديكور اللي عم تعمل اياه مارينا بالبيت رح احطه من ضمن الديكور بالصالون اذا الله رب. اول شيء بتعرفي شو انا حبيتك اول شيء حبيتك. طيب. انا بحب اسالك سؤال عم بحكي مع المدام تتدخل انت بالمجازله الملكة جميل عاده بتطلع مع انه انت مس عالم الصباح. شو رسالتك للسنه القادمه يا بي؟ رسالتي اول شيء كل 2014 في كلمة كنا عم نحكي ايه كنا عم نحكي عن شغلة هي اسمها كلمة مهمة كتير هي الاستفزاز. فأنا اليوم رح أمشي على هيدا الكلام رح أمشي بهالطريقة رح أكون أكثر إنسان مستفز لجوزيف بعالم الصباح. سوري أنا نسيت أعطيك بوكيه اللي لازم تحملها والله. خذوا له صورة. ليه ما حطيت لي عليها الدوريه؟ أنت قلت دوريه بحطها بالشون. أوكي أنا أول شيء بشكرك كثير كمان الجمعية اللي اليوم حضرت لك هالموضوع. بشكرك يا جوزيف كثير وبشكر جميع المشاهدين وبشكر كل الفان كمان يلي صوتوا لي. بشكر كل العالم يلي بيحبوني. بشكر كمان العالم اللي صوتوا انا ما عم بصدق عن جد. اوقات انا مش منيح بحق حالي بطلع على فكره وبيخسر وبيتوج حاله هو الربحان. على كل حال لكل المشاهدين نحن وياكم بكره حلقه جديده مع مدام كساب والشيف. في شيء ثاني؟ لا انا مش رايح. لا خلص اكثر من انه حملوني وزغطولي خلص. بكره بلتقي بحلقه جديده مع ورشه ملح. خليكم معنا. اذا نحن وياكم كان نهارنا طويل عالم صباح خلال شهر رمضان المبارك لغايه الساعه 1:30 بتوقيت بيروت. بكره عالم صباح جديد. انا بشوفكم شخصيا يوم الجمعه. الى اللقاء.